طيب تعالى ناخد السؤال 4 من الشيت. Write a program that uses a stack to convert decimal to the equivalent binary. تمام، عشان تعرف تعمل البرنامج ده لازم تبقى عارف التحويل ما بين decimal to binary بيتم ازاي، ودي هنعملها بسرعة خالص. اوكي، فلو احنا عندنا مثلا، احنا عندنا حاجة اسمها numbering system. النمبرنج سيستمز دي اللي بيفهمها الكمبيوتر. عندنا ديسيمال، وديسيمال عبارة عن بيز اوف 10. تمام، البيز اوف 10 يعني 10 نمبرز بمعنى اصح، اللي هم مين؟ من 0 لحد 9، يبقى كده كام؟ 10 نمبرز. وعندنا النمبرنج سيستم اللي بعده اللي هو الباينري بيز اوف 2، اللي هو كام؟ 0 1. ده اللي بيفهمها الماشين لانجوج او الاوبجكت لانجوج، الاوبجكت كود اللي بيفهمها الكمبيوتر. تمام، عندنا بعد كده الاوكتال، البيز بتاعها 8. انا اللي كتبتها وحشه كده. تمانية من 0 لـ7. تمام، وعندنا الهكسة، البيز بتاعها دي اللي انت بتشوفها في الادرسز، بتبقى اي حاجة 0x مش عارف 3 3 3، دي هكسة. تمام، 16 من 0 لـ15، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في الهيكس ما بتتكتبش 10، بتتكتب A، 11 B، 12 C، 13 D، و14 E، و15 F. تمام، 15 او كده يعمل لي 16. اوكي، دي النمبر سيستمز. عشان نعرف الكونفرجن من ديسيمال لباينري، ولما اقولك مثلا الاكزامبل مثلا على كل واحد فيهم، لو قلت مثلا ان انا عندي 1333 مثلا، طول ما هو عامل لك قوسين وتحتها مثلا بيز 10، تعرف ان انت بتتكلم على مين؟ على الديسيمال. تمام، لو قال لك مثلا 400 مثلا و40 وقام عامل لك بيز 8، تمام، يبقى انت بتتكلم على الاوكتال. لو قال لك مثلا 30 او 330 بيز 16، يبقى انت بتتكلم كده على الهكس، انت بتعرفها من البيز. لو قال لك مثلا باينري، الباينري مش هيبقى غير صفر وحيد. تمام، فهنقول ايه؟ والهكس عامه هي ما بتكتبش كده، يعني ممكن تكتب حاجه بالشكل ده، اي اي بي مثلا. اوكي، ف دي تعتبر هكس على طول، دي ممكن نمشيها اوكتال. تمام، في الباينري لو اداك مثلا حاجه بالشكل ده والبيز 2 اصلا من صفر وحيد، عرفت انها باينري من غير ما ابص على البيز، فده باينري بالشكل ده. تعالى ناخد الكونفرجن من ديسيمال تو باينري. لو احنا عايزين نعرف الايكويفالنت بتاع ال 45 دي، تمام، ان ديسيمال عايزين نعرف الكونفرجن بتاعها او الايكويفالنت بتاعها ان باينري هيبقى كام. هنعملها ازاي؟ بص، هتاخد ال 45 ونعمل ديفيجن ونقسم على 2. ليه 2؟ لان البيز بتاع الباينري اللي احنا عايزين نوصل له هو 2. 45 على 2 هيديني 2.5، 22.5. تمام، هنا دي الريزلت. انا عايزك تركز في حاجه، هنقسم الحته دي لحتتين كده، نقسم ده كده مثلا، يبقى ده الريزلت وده الريمايندر. اوكي، خلينا نعمل لون تاني. لو عندي ريمايندر ماشي، لو في باقي بنحط واحد. تمام، ده الايكويفالنت
equivalent in binary. لو في ريمايندر هنحط واحد. طيب هناخد الريزلت نكمل عليه. 22 على 2 يديني كام؟ يديني 11 بوينت زيرو. في ريمايندر؟ مفيش، حط زيرو. خد ال 11، 11 على 2 هيديني كام؟ 5.5. في ريمايندر في باقي؟ حط واحد. تمام، خد ال 5 كمل عليها، 5 على 2 يديني 2.5. في ريمايندر؟ حط واحد. تمام، خد ال 2 كمل عليها، على 2 يديني كام؟ 1. في ريمايندر؟ مفيش، حط ال 0. تمام، خد ال 1 كمل عليه، 1 على 2 يديني نص. في ريمايندر؟ حط واحد. اوكي، خد الزيرو بعد كده، زيرو على 2 هيطلع لك زيرو، ولما توصل للزيرو انت بتقف هنا. تمام، فممكن تحط زيرو في الاخر او ممكن ما تحطوش، كده كده ده هيجي على الشمال فمش فارقه. تمام، هناخدها من تحت لفوق. اوكي، ونكتبها من الشمال لليمين. يعني ايه من تحت لفوق الشمال لليمين؟ يعني واحد اهو، زيرو، واحد، واحد، زيرو، واحد. انا كتبت دي زي واحد ليه؟ دي واحد. تمام، واحد زيرو واحد، واحد زيرو واحد. اوكي، طيب خلينا نتأكد ان دي فعلا 5. انت كل اللي انت محتاجه عشان المسألة هو الجزئية دي. تمام، فالإكويفالنت بتاع الكلام ده هيبقى واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد. تمام، عشان تتأكد من الرقم اللي طلع، لو عندك نت وانت في البيت ممكن تفتح حاجة اسمها decimal to binary online converter وتتأكد. دخل كده 45، لو طلع لك الرقم ده يبقى احنا صح. طب لو عايز تتأكد manually وانت في الامتحان، في طريقة ممكن تعملها بالآلة الحاسبة calculator، ولو دخلت 45 هيطلع لك الرقم اللي احنا طلعناه، بس انا مش عارفها بصراحة فسيرش عليها على النت. وفي طريقة manually بالإيد ممكن تعملها. مش انت وصلت للباينري ده؟ انت عشان السؤال مش محتاج تعرف اللي انا هقوله دلوقتي، بس لو عايز تكمل الفيديو وتعرف ازاي بنكونفرت من باينري العكس بقى لديسيمال، يبقى كمل اللي انا هقوله ده او اسمع اللي انا هقوله. تمام، عايزين نكونفرت من باينري لديسيمال، صح؟ الباينري ده مش بيز 2. تمام، فتعالى مرة واحدة اقول 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6. 2 اس 0 دي اللي هي بكام يعني؟ 1، صح؟ 2 اس 1 2، 2 اس 3 اللي هي 8، 2 اس 4 اللي هي 16، 2 اس 5 اللي هي كام؟ مش عارف هي كام، بس هي مش تفرق تقريبا 64 باين، او لا 32 يا ربي، دي 16. خلينا ناخدهم بس نبعدهم عن بعض كده عشان الدنيا تبقى واضحة. تمام، يبقى امشي 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5. تمام، 2 اس 0 اللي هي 1 دي 2، 2 اس 2 اللي هي 4 دي 8، 2 اس 4 اللي هي 16 ودي 32. تمام، طيب مين الوحيد في دول؟ خلاص دلوقتي انا مش عايز دي في حاجة، مش عايز السطر ده، اعتبر ان انت مش شايف. هل ده واحد صح؟ يبقى هننزل مين الوان ده؟ الواحد انزل ده زيرو، يبقى سيبك من الاتنين دي، ده واحد يبقى نزل الاربعة دي، صح؟ ماشي، ده واحد يبقى نزل التمانية دي، صح؟ ده زيرو يبقى سيبك من الستاشر، ده واحد نزل الاتنين وتلاتين. اجمع الكلام ده كله مع بعضه هيديك كام؟ دي هتديني 40، دي هتديني 45. يبقى فعلا ده الرقم اللي احنا حولناه. تمام، ده عشان تتأكد ان انت الرقم اللي انت وصلت له الباينري ده is the actual decimal اللي احنا حولنا منه اللي هو 45. تمام، طيب عشان نكتب الكلام ده بالكود، وقلت لك الجزئية دي انت مش مطالب بيها، مش لازم تعرفها، بس دي زيادة معلومات. اوكي، طيب عشان نكتب الكلام ده بالكود محتاجين نعمل ايه بقى؟ انت لو خدت بالك هتلاقي ان احنا الرقم اللي دخلناه ده، لو قلت مثلا ان انا عندي num، تمام، هعمله cn مثلا،
خلينا اقول ان انا مدي نم ده ديكلاريشن فوق كده، اليوزر مثلا هيدخل هنا 45. تعال نعمل فور لذيذة كده، او خليها وايل هتبقى اسهل. نقول وايل، تمام. طول ما احنا حرفيا يعني معانا رقم، الرقم اللي اليوزر مدخله مش زيرو، يعني ممكن نكتبها num اكبر من، بلاش equal دي، انا عايز اضمن ان انا معايا رقم، فمش عايز ال equal خالص، تمام. ف num is greater than zero، او ممكن نكتبها بطريقة تانية اصح، ممكن نقول ايه، num is not equal to zero، وده طبعا يدي يفتح الباب للنيجاتيفز. انت ممكن تدخل نيجاتيف وتطلع له الايكوفالنت باينري، مفيش مشكله، بس ما اظنش ان دي هتيجي معاكم في الامتحان، تمام. بس كل الكيسز لو احنا دخلنا رقم ايا كان غير الزيرو، يبقى انا معايا في ايدي في نمبر، هعمل ايه، هقوم ماسك النمبر ده واقسمه على 2. بس مش ده اللي انا عايزه بصراحه، انا عايز اعرف الريمايندر، هل في ريمايندر ولا لا، تمام. فنستخدم الريمايندر اوبريتور اللي هي البرسنتج. دي معناها ايه؟ ان انت لو قسمت ال 45 على 2، لو في باقي، لو في ريمايندر، تمام، الريمايندر المفروض يطلع بواحد، وهيقول لك واحد دي معناها ايه. انا في اللاب بتاع A2 كروتها شوية، بس هقول لك يعني ايه يطلع لك واحد. هقول لك الحتة دي دلوقتي، هقول لك ازاي الريمايندر ده في السي بلس بلس بيفكر. لو في باقي، والباقي ده اكيد طالما انا بقسم على 2 اكيد هيبقى واحد. يعني مثلا في اول كيس انا كان عندي باقي كام، 5 صح، فكان طالما في ريمايندر اوف 5 يبقى حط لي واحد. طب الواحد ده هيتحط ازاي؟ يعني الريمايندر ده انت بتقول لها يا باشمهندس لما تقسم 45 على 2 هيديك 22.5 صح. فالمفروض هنا يعني يبقى في مثلا 5، مش ده الريمايندر؟ احنا بنفصل الريمايندر صح، لو فاكرين اللاب بتاع اللينكد ليست كنا بناخد الجزء اللي باقي ده اللي هو الريمايندر يعني. فالمفروض لما نقول كده نحط ده في ريمايندر فاريبل، ونعرف الريمايندر ده فوق مثلا نحط فيه، ونعمل مثلا زي array بالشكل ده، تمام، نحط فيه 0. اوكي، او خلينا نعمل تراك للريمايندر، ونعمل رسمه كده للستاك بتاعتنا، ده الريمايندر في الميموري، تمام، هيبتدي بزيرو. فدلوقتي لما نقسم 24 او 54 على 2، الريمايندر بيستور مين؟ النص. بيستور مين؟ الباقي، تمام، اللي هو المفروض الفراكشن، المفروض بيحط الخمسه دي بيحطها فين؟ في الريمايندر، تمام. بس ده مش بالظبط اللي بيحصل، يعني الباقي هنا مش نص بالظبط. عشان نعرف الباقي لازم نعمل لوج ديفيجن عشان نفهم ال سي بلس بلس الريمايندر بتاعها بيفكر ازاي، تمام. فتعالى نعمل لونج ديفيجن، احنا بنقسم 54 على مين؟ على الاثنين صح. ايه اقرب حاجه هنضربها في الاثنين تديني مثلا 45؟ يعني ايه الرقم اللي ممكن نضربه في الاثنين ويديني اقرب حاجه لل 54؟ لو فكرتوا كده، تمام. فايه الرقم اللي ممكن نضربه في 2 بحيث انه يديني اقرب حاجه لل 45؟ انا ما عنديش حاجه اضربها في 2 تديني 45، بدليل ان انت لما تقسم على 2 هيديك نص، فما عندكش حاجه تضربها في 2 تديك دايركت 45. بس انا لو جيت قلت ان انا هضرب مثلا في، خلينا نجرب الاول مثلا 21، لو هنضرب في 21 هيديني كام؟ هيديني 42.
صح؟ لو هنضرب في 22 هيديني 44، لو هنضرب في 23 هيديني 46. فأنا عايز حاجة أقرب حاجة لـ54، أي حاجة أصغر منها تبقى قريبة منها، تمام؟ فهنضرب في 22، فلو ضربت في 22 في 2 يديني 44، اطرح دول من بعض الريمايندر بوينت، صح؟ يبقى actually الريمايندر أو الباقي بتاع القسمة مش النص اللي بيطلع لك في الآلة الحاسبة. يعني احنا انت لما بتعملها في الآلة الحاسبة بيطلع لك 45 على 2 بتديك 22 ونص. النص ده بالنسبة في البرمجة مش هو ده اللي بيتسيف في الريمايندر فاريبل، تمام؟ اللي بيتسيف في الريمايندر فاريبل هو باقي القسمة فعليا. عايز تعرف باقي القسمة ايه؟ سيبك من الناتج اللي بيطلع لك في الآلة الحاسبة واعملها لونج ديفيجن وتعرف الناتج بتاع الريمايندر ده بيتسيف على أي أساس، تمام؟ فالريمايندر لما نيجي نعمل num reminded by 2، يعني انا عايز اقول له ناتج القسمه بتاع العمليه دي ونم فيه 45، الكومبايلر بيجي في جنب كده كانه بيعمل لك اللونج ديفيجن دي وبيشوف اقرب حاجه هتضربها او اقرب رقم ممكن توصل له لما تضرب في 2، ممكن توصل لـ45. اقرب رقم 45 هو 44، توصل له ازاي لما تضربه في 22، تمام؟ لو تطرح الاثنين دول من بعض هيديك واحد. فالريمايندر بتاع العمليه دي كلها اللي هيتسيف في الميموري مش النص، لا هيبقى الوان اللي هو باقي القسم ده، ده الريزلت، انما ده باقي القسم، وده باقي القسم دايما اللي بينتج لي من الاكسبريشن بتاعي الريمايندر ده، تمام؟ فالريمايندر هيبقى فيه هنا ايه 1 بالشكل ده كده، تمام؟ اي رقم هتقسمه على 2 لو هو ايفن يا اما هيديك 0، يعني لو قسمت 44 على 2 22، تمام؟ 22 في 22، 22 في 2 قصدي هيديك 44، صح؟ هيديك 0. فلو هو ايفن هيديك 0، لو هو اود 45 47 49 هيديك دايما 1، تمام؟ فهي اللعبة كلها على الحتة دي، تمام؟ طيب يبقى احنا عملنا كده، انا فهمتك كده حتة الريمايندر، تمام؟ ف24 قد على 2 هيديني 22 ونص. النص ده على الآلة الحاسبة بس في اللونج ديفيجن بيطلع لي 1، فهيسيب لي هنا 1. جبت الواحد اللي هنا اللي هو اول element، صح؟ اعمل له بوش في الستاك، خلينا نكريت او نعتبر ان احنا في المين كريتنا حاجة اسمها لو اعتبرت ان تكملة المين او بدايتها كانت هنا، دي المين، وقلت ان انا عندي الاري ستاك انت ماي ستاك بالشكل ده، صح؟ هنقول ماي ستاك دوت بوش. فعايز اعمل بوش لمين بقى؟ او خلينا نقول ان احنا كريتنا الاوبجكت هنا، خلينا نعمل البوش جوه مين؟ جوه الوايل. عايز اعمل بوش للريمايندر نفسه، فهقول ماي ستاك دوت بوش 1 عشان ندخل اول واحد وصلنا له، تمام؟ اللي هو المفروض الواحد من ناحيه اليمين اللي هو ده، ده فيرست 1، صح؟ مظبوط. فهنقول ايه ده الستاك بتاعي، هندخل هنا ايه في اول element هندخل 1. خلينا نقول ان هو مفتوح باي ديفولت في كام، في 7 مثلا، 7 اماكن، او خليهم 10، تمام؟ اوكي، فدخلنا الوان هنا، جميل. بعد شوية عشان نمشي اللوب وعشان نوصل للإليمنت اللي بعده، لو فاكر بعد ما قسمنا على 45 كنا خدنا ناتج القسمة كان اداني 22، صح؟ فال22 دي كنا خدناها وكملنا عليها، صح؟ يبقى هنقسم النم على بقى ده، مش عايز ريمايندر، انا عايز فعليا ناتج القسمة على 2. فأربعة وخمسة وأربعين على 2 المفروض ناتج القسمة يديك كام؟ هتقول لي 22 ونص، هقول لك غلط، ناتج القسمة المفروض يبقى 22. ليه؟ وهنسيبه في نم، بس ليه 22؟ لأن نم ده تفتكر كان انتجر، فالانتجر بيقصد كده الفراكشن. يعني انت لما تسيب 22 على 5، تمام؟
في حاجة اسمها implicit conversion، بس انا مش عايز اعقد الدنيا. يعني ال implicit conversion ده بيبص للقسمة دي، تمام؟ والله انت بتقسم هنا ايه؟ بتقسم لي whole number integer، بقسم integer whole number مفهوش fraction 45، صح؟ وبتقسمه على اتنين، والاتنين دي integer، لا ده في fraction ولا ده في fraction، فاكيد الريزلت اللي هتطلع هيبقى ما فيهاش فراكشن، فعشان كده هيقشط لك النص دي. ده اللي انا اقصده بان الانت اللي انت عامل لها ديكليريشن او النم اللي انت عامل لها ديكليريشن اوف تايب انتجر، فاي فراكشن معايا از ممكن اسميها ايه، از ديمولished، يعني هيتمسح، تمام؟ اتمنى تكونوا معايا في الجزئيه دي، هي ما فيهاش حاجه. اوكي، ممكن نقولها حتى تاني دلوقتي. فعشان امشي اللوب، الكونديشن بتاع اللوب ايه؟ مع الوايل لازم نكتب الكونديشن تحت، يا اما ماينس ماينس نمبر او نم مثلا، يا اما بلس بلس، ايا كان. بس احنا مش عايزين لا نزود ولا نقص، احنا عايزين نصغر الرقم ده بحيث ان احنا قسمنا على 2 طلع 22، قسمنا على 2 11، قسمنا على 2 5، عمالين نصغره لحد ما نوصل في الاخر خالص لزيرو، تمام؟ فاول ما يساوي زيرو او يبقى ايكوال لزيرو هيقوم طالع بره اللوب. هي دي الفكره كلها معايا. فخدنا ال 45 اللي هي النم، قسمناها على 2، اداني كام؟ 22، والفراكشن طار لان النم ده انتجر وحصل امبليسيت كونفرجن. طيب نخش الوايل تاني من الاول واحنا في ايدنا 22. دلوقتي اقسم ال 22 على 2، ال 22 ده ايفن نمبر ولا اود؟ 22 على 2 عشان نعرف الريمايندر ده هيطلع لي ايه. زي ما قلت لك من شويه، لو اود هيديك ريمايندر اوف 1، لو ايفن بسبب اللونج ديفيجن، لو ايفن ايا كان الفراكشن اللي بيظهر لك في الاله حاسبه ايه، لو ايفن هيطلع لك 0. ف22 على 2 هيديك 11. في فراكشن؟ مفيش ريمايندر، يبقى بالتالي الناتج بتاع العمليه دي او الريمايندر هيتحط ب 0، فالريمايندر قيمته هتتغير هنا تبقى ب 0. اعمل لي بوش للكلام ده يا باشا، هنبوش هنا ال 0 اللي هو المفروض كانت دي كنت عاملها ريمايندر، تمام؟ فهنبوش هنا الزيرو، والبوش خلي بالك بينزلها تحت حتة كده، فالواحد هينزل والزيرو يخش مكانه. اوكي، طيب نعمل بعد كده القسمة، 22 على 2 هيديني كام؟ او معلش، 22 على 2 المفروض يديني 11، مش كده؟ طيب النمبر بقى فيه 11، نرجع نكمل ب 11. 11 دلوقتي على 2 عشان نعرف الباقي بتاعها، 11 دي اود مش كده؟ يبقى لما اقسمها على 2 اكيد هيديني 5.5، ده على الاقل الحاسبه. بس بالنسبه للريمايندر بتاع سي بلس بلس لما يعمل لونج ديفيجن يبقى ده اكيد ايه؟ از ريمايندر اوف 1، فهيقوم مغير قيمه الريمايندر اللي هنا، لان اقرب حاجه ل 11 10، 10 من 11 بيبقى لك 1، فده الريمايندر اوف 1، صح؟ هيخش الريمايندر ده، فدول هينزلوا تحت، الواحد هتيجي هنا، مظبوط. اوكي، نيجي بعد كده ننزل تحت واحنا في ايدنا ال 11 لسه، ونقسم ال 11 على ال 2 عشان يديني 5.5، هيتبقى منها طبعا الناتج اللي هو الانتجر الصحيح 5. نكمل بقى واحنا في ايدنا ال 5، نكمل اللوب واحنا معانا 5، نخش 5 على 2، 5 على 2 هتديني 2.5. الريمايندر بالنسبه للسي بلس بلس هيبقى 1 باعتبار ان في فراكشن، الريمايندر هيبقى 1 زي ما هو، هيبوش الكلام ده بسبب السطر التاني، فواحد زيرو واحد دي هتنزل سنه كده تحت لان هو دايما بيبوش في الاول، واحد زيرو واحد ندخل هنا واحد، تمام؟ معانا الخمسة على 2 هيديني 2.5. اوكي، هو هياخد الاتنين دي وهنتحرك بيها لأول اللوب، معانا الاتنين. اوكي، اتنين دلوقتي على 2 ده ايفن، فبالتالي 0، فالريمايندر مفيش ريمايندر هيبقى بزيرو، هيبوش الريمايندر ده اللي هو دلوقتي بزيرو، فدول هينزلوا تحت، حط الزيرو هنا معايا.
اوكي ياخد بعد كده الاثنين. يقسمها على الاثنين فيتبقى لي الواحد، ده الواحد اللي هنتحرك بيه. واحد is not equal to zero، الكونديشن زي ما هو سليم. واحد على اتنين هيديني نص، يبقى اكيد في ريمايندر اوف وان. اوكي بوش الريمايندر ده، زيرو واحد واحد زيرو واحد، بوش الواحد. لما تيجي تبص هتلاقي ان الشكل ده هو نفس الشكل اللي هنا، وصلنا لنفس الشكل مظبوط. تمام، هنوصل في الاخر ان احنا معانا الواحد، هتقسمه على الاثنين هيديك 0.5، يبقى يتبقى منها زيرو، ده اللي هيتخزن في الفاريبل اللي هو num. ترجع بزيرو هيقول لك is not equal to zero، الشرط مش متحقق لانه بي ايكوال زيرو، فيقوم طالع وكده هتكون عملت اللي عليك. طيب عشان نطبع الكلام ده، البرنت بتاعك ماشي ازاي؟ مش البرنت بتجيب لك اللي موجود فيه، اللي موجود في array of 0، بعد كده بتجيب لك اللي موجود في array of 1، بعد كده اللي موجود في array of 2، وهكذا لحد ما توصل ل array of، لو هنا مثلا ده اعتبرته array of 6، باعتبار ان دول كام 6 elements، او array of 5 لانهم 6 elements صح. فال 4 بتاعتك لما تيجي تعمل print، او من غير 4 لما نيجي نعمل my stack dot print، تمام، هيطلع لي ايه؟ الواحد زيرو من هنا من تحت لفوق، واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد مظبوط. طيب تعال نكتب الكود بتاع الكلام ده ونتست الثيوري بتاعتنا. تعالى للمين ونقول هنا دي الاوبجكت بتاعي الماي ستاك، انا هشيل كل الكلام ده مش عايزه، ونعمل انت اسمه نون. انا في اللاب بتاع اي 2 انا كنت عاملها فانكشن، كنت مسميها ديسيمال تو باينري، وساعتها كنت مباصي الاوبجكت باي ريفرنس. انت ممكن تعمل كده وممكن ما تعملش كده براحتك، تمام، بس دي الاسهل فقلت اعمل الاسهل وخلاص. فانت نون سي ان نون بالشكل ده، ونقول نون نعمل الوال بتاعتنا طول ما النم ده is not equal to zero، يعني انا معايا رقم محترم. تعالى قبلها نجهز حاجة اسمها reminder ونحطه بزيرو، reminder تمام، والنم ده برضو نصفره. هنقول هنا ايه، امسك النم اقسمه، شوف لو على اتنين، شوف لو في reminder، لو هو odd هيحط لك طبعا واحد، تمام، ونحط الكلام ده في الريمايندر. ساعتها هات لي الاوبجكت اللي هي الستاك بتاعتي، وبوش لي الريمايندر ده في مين، انا كاتبها غلط صح، ريمايندر في الستاك. بعد كده عشان اللوب تمشي اقسم لي النم على اتنين وسيبها في النم، تمام. بعد ما تخلص العملية بتاعتك زي الشاطر كده اطبع لي كل حاجة ظهرت عندك في الستاك. خلينا نجرب، ندخل مثلا 45 هيطلع لي الرقم بتاعي، تمام. جربوا، خلينا نجرب ايه مثلا، خلينا نجرب 133، وافتح الاونلاين كونفرتر بتاعك او على الحاسب او اكتبها على ورقة. المفروض تطلع لي واحد المفروض يطلع لي الشكل ده.